تخضع مرافق هذه الوحدة لإنتاج الحليب ومشتقاته في الرباط لتفتيش دقيق من فريق ميداني تابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نهاية عملية التفتيش دون تسجيل مخالفة. تقريبا زيارتين على الأقل في السنة لهذه الوحدات باش نشوفوا الظروف ديال المعالجة وكذلك ديال التلفيف ديال الحليب ومشتقاته. فراقبنا الظروف ديال المعالجه ديال الحليب وكذلك وسائل التلفيف، وطبيعة الحال قمنا بزيارات ديال درجه الحراره ديال الحليب وكذلك في المنتوج النهائي. المراقبه ديالهم كتفيد اكثر، لان فوق ما تيخرجوا قوانين جداد فوق ما كتخرج اي حاجه جديده في هذا الدومين ديالنا ديال المنتوج ديال المواد الغذائيه، هما اللي كيعاونونا باش اننا نزيدوا نتحسنوا اكثر. ينتقل فريق التفتيش الغذائي إلى محل بقالة في أحد أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة. تقول السلطات إنها حجزت 93 طنا من المواد غير الصالحة وأتلفتها، كما أغلقت 5 محال تجارية. تمت مراقبة يعني المواد ذات النباتي أو ذات النباتي، واللي خص تحضر المعايير قانونيه سواء فيما يخص يعني التقديم او الانتاج او التلفيف. اول ما قبل شيء كيكون بعد التوعيه، فكنحاولوا باتصال مع يعني التجار كنحاولوا ندخلوا الفكره ديال الجوده. لمكتب السلامه الصحيه الخاص بالمنتجات الغذائيه نشاط يومي طيله السنه يحرر مخالفات فوريه عند ضبط اي تهديد لسلامه المستهلكين. عادل الزبيري، العربيه، الرباط.